للمزيد حول المأساة التي يعيشها المعتقلون في سجون النظام والميليشيات في العراق تحت تهديد تفشي فيروس كورونا، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، بداية مرحبا بك. طلبتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بإطلاق سراح المعتقلين لتجنب كارثة كورونا، هل لديكم معلومات عن الأوضاع الصحية للمعتقلين في سجون النظام في العراق؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. يعني الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون والسجناء في السجون في العراق سواء السرية أو العلنية منها، يعني باتت معروفة للجميع. يعني هي تم توثيق هذه الأوضاع السيئة عبر مختلف التقارير التي صدرت من مختلف الجهات الحقوقية الدولية. السجون الحكومية كما هو معروف تعاني من الاكتظاظ، يعني هناك تسريبات كثيرة وصلت حول أعداد الكبيرة من السجناء والمعتقلون في المعتقلين في السجون، إضافة إلى الأوضاع الصحية السيئة. هناك حالات وفاة لسجناء بسبب الأمراض، بسبب انعدام الرعاية الصحية التي تقدم لهم. إضافة إلى ذلك يعني حتى التغذية، فإن التغذية سيئة في السجون، النظافة غير متوفرة، أيضا الرعاية الطبية أيضا غير متوفرة إلا بصورة نادرة. المرضى يعني السجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة لا يصلهم الدواء، يعني الكثير الكثير مما يمكن أن يقال. إضافة إلى ذلك المعاملة السيئة التي يعاني منها المعتقلون. إدارة السجون بحسب ما ذكرتم أو بحسب المعلومات يعني لم تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار الفيروس في السجون، ولكن يعني هناك أيضا ليست فقط سجون علنية، هناك أيضا سجون سرية، ماذا يترتب على ذلك؟ نعم، يعني الذي يترتب على ذلك يعني مأساة كبيرة، و خاصة نحن في هذه الأوضاع السيئة من تفشي مرض كوفيد-19 جديد أو ما يعرف بكورونا فيروس. يعني لم نرى لحد الآن أي إجراءات ممكن أن تبعث الأمل في أن يعني سوف يكون هناك حماية للمسجونين والمعتقلين من تفشي هذا المرض، أو حتى حمايتهم وحتى حماية الموظفين الذين يعملون في هذه السجون. بالتأكيد هناك الكثير من المرضى في السجون. إذا طيب، حالات الوفاة أخيرا دكتورة، في أقل من دقيقة لو سمحتي، المعلومات تفيد أن سجن الطوبتشي للأحداث هناك شرطي قد أصيب بفيروس كورونا القاتل، يعني ما مدى خطورة ذلك؟ يعني ألا يجب أن تتخذ الحكومة في بغداد أي مواقف أو أي موقف تجاه ذلك؟ يعني في مثل هذه الحالة يجب اتخاذ إجراءات بصورة سريعة وفورية، عزل المصابين أو حتى حالات الاشتباه في الإصابة. إضافة إلى ذلك يعني تقليل الاكتظاظ في السجون، هناك حالات لا تستوجب البقاء في السجن، خاصة والذين يقترب موعد إطلاق سراحهم. الحكومة استطاعتها أن تسرع إطلاق السراح من أجل أن تخفف الاكتظاظ. إضافة إلى ذلك أين الرعاية الصحية التي يمكن أن تقدمها الحكومة لهؤلاء الذين يعانون من الإصابة؟ نعم. توفير المعدات التي تعمل على العزل ومن أقنعة والكفوف وغيرها من المستلزمات، أين هذا؟ الكثير من الإجراءات التي باستطاعت الحكومة أن تقدمها من أجل الحد من تفشي المرض، وبالتالي هؤلاء المساجين يعتبرونهم أفراد من الشعب العراقي ويجب الحفاظ على حياتهم، فأين إجراءات الحكومية المتبعة في مثل هذه الحالات؟ الحقيقة المأساة كبيرة على الشعب العراقي. نعم. من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.